الهاتف رامي ربيعة. يا رامي مساء الفل عليك. مساء الفل يا امير، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ اخبارك طمني ايه؟ عليك. الحمد لله. انت اخبارك ايه؟ طمنا عليك وطمن كل جمهور النادي الاهلي، الاصابه اخبارها ايه؟ وحشتنا جدا اكيد، وحشت كل جمهور النادي الاهلي يا رامي. الحمد لله، والله يا امير كله بخير الحمد لله. والفتره الاخيره دي طمنت على نفسي، كنت محتاج ان انا اطمن بصراحه الفتره اللي فاتت عشان ابقى واقف على رجلي صلبه، يعني بحس ان انا لما ابدا ارجع تاني ارجع وانا مش خايف، يعني او انا خايف ان في بقى يحصل حاجه زياده. بس الحمد لله الدكتور هناك طمني، هبتدي معاهم التمرينات ان شاء الله، بس التمرينات طبعا فرديه تمام. تاهيل يعني من البدايه خالص، وابتدي ان شاء الله ادوس على رجلي باذن الله، والامور تبقى ماشيه بشكل احسن الفتره الجايه ان شاء الله. يا رب ان شاء الله يا رامي. طب يمكن يعني البعض اتكلم بسبب فتره الغياب الكبيره والمده الكبيره اللي بتتعالج فيها يا رامي، قالوا ان الاصابه تجددت بالنسبه لرامي ربيعه. انت عارف الاشاعات عندنا هنا دايما بتطلع اول باول، فانت ترد على الاشاعات دي تقول ايه؟ زي ما انت بتقول، والله الدنيا بايظه في الاعلام شويه عندنا، ما بيقدروش يتاكدوا من الخبر قوي. هو البعض بس توقع، قال ان الاصابه ممكن تكون رجعت لرامي عشان مده كبيره شويه. احنا عارفين ان اخر ماتش لعب رامي ربيعه ماتش الزمالك لما كسبنا 3-0 مع نهايه الدور الاول، فالوقت يمكن كبير شويه. انت عندك قطع في العضله الضامه، ده طبيعي بياخد وقت كبير جدا، وايضا كان بعض عندك بعض الالام في الحوض. هو بالظبط يا امير، بس الناس لو عندها في الثقافه الاعلاميه عندهم خبره في الرياضه العالميه والرياضه المحليه شويه وفي الاصابات والحاجات دي من غير ما يفتوا، هيفهموا ان الاصابه دي ماكسيمم تاخد سنه. يعني في لعيبه كثيره خدت، روبن عمل فيها عمليه وقعد سنه ما تعالجش منها لسه، يعني لسه خفف منها من حوالي مثلا، انا بتعالج مع مولر رولفرد من بتاع المنتخب منتخب المانيا وباير ماسك الاثنين، فيعني الاصابه الطبيعيه بتاعت المده الطبيعيه بتاعت الاصابه دي تاخد سنه، لان انت المحور الاساسي بتاعت الرجل بتاع لعيب الكوره هي عظمه العانه. يعني انت بتشوط بتباصي بالظبط، الحركات كلها بتيجي من المنشا العضله دي. تمام. فهي عضله كمان يعني زي ما بيقولوا كده مستخبيه شويه، فهي بتاخد فتره طويله عشان تلحم وعشان الموضوع يبقى فيه عظم وفيه عضلات وفي جزء صغير، مش مثلا على عضله طويله. بالظبط، عضله قصيره وصغيره، فهي بتاخد. لا وبعدين قطع كمان، مش شد ولا حاجه، ده قطع يعني. ده قطع في العضله، وغير الالتهابات اللي في العظم اللي جت. بالظبط، هي حاجتين في حاجه، فهي محتاجه تاخد وقت. انت عشان عندك جهل شويه في الحته الثقافه الكرويه والثقافه الطبيه، فما حدش بيقول لك بقى بطل كوره ومش هبطل كوره وخلاص هيعتزل، فكلام جهل. ده جهل، ده انا مريت بيه كتير، يعني انا مريت بالكلام ده كتير في كتر اصاباتي. ركبه يقول لك هيبطل بسبب الركبه، طب دلوقتي مش ركبه، هيقول لك هيبطل بسبب ظهره، دلوقتي مش ظهره. فانت عارف، فالمواضيع دي بقت باخدها وبضحك، اللي هو ابطل، طب خلاص انا مبطل الاسبوع الجاي. المواضيع دي بقت بالنسبه لي فور فان، يعني مش باخدها على اعصابي قوي، لان هم انا اعذرتهم لان في جهل شويه في الناحيه الطبيه، فما بيسالوش قبل ما يكتب. انت بتسال فهتعرف، انما في ناس ما بتسالش فمش هتعرف، فبيكتب اللي في دماغه. فانا بقيت اتضايق، فاه هبطل، ماشي هبطل، خلاص خليني بقى لما بطل. بس الفكره يعني، بس الحمد لله خلاص اهو، واحده واحده ان شاء الله، وهرجع مع الفرقه ان شاء الله. عندهم تمرين بكره، هم طبعا هيسافروا، ربنا يكرمهم ان شاء الله في المباراه هناك. وابتدي انا بقى اتاهل مع كابتن طارق عبد العزيز، مؤهل اخصائي الاحمال التاهيل، اخصائي التاهيل تاهيل بالظبط كده، وابتدي اشتغل معاه بقى واحده واحده لغايه ما ادوس مع الفرقه ان شاء الله. ان شاء الله يا رامي. طب الدكتور هناك في المانيا طمنك، قال لك ممكن مثلا خلال فتره قد ايه تقدر تعود للتدريبات الجماعيه في النادي الاهلي؟ للاسف ملهاش تحديد، لان انت بتتوقف على حاله اللعيب، تختلف من لعيب للتاني او لجسم للتاني. ايوه يعني انت ممكن يجي لك انت غضروف في ركبتك تقعد فيه اقل مني، تقبلك للعلاج اسرع مني، فدي بتختلف. فهي مش محتاجه عمليه ولا محتاجه اي حاجه، الموضوع بسيط، بس محتاج وقت، محتاج فترة. وانت مش مستعجل، وده شيء مهم جدا يا رامي برضو، ان انت مش مستعجل على العودة عشان ان شاء الله تبقى سليم 100%. بالظبط، والنادي كتر خيره بصراحة اداني فترتي اللي هي ان انا اخد راحتي خالص، بحيث ان انا ابقى معلش بريشر ان انا ارجع. بالظبط، لا خد وقتك واحنا عايزينك ترجع ومستنيينك، والراجل اتكلم معايا
اسلوب احترافي وانا وهو وكابتن محمد يوسف وانا متقبل القرار بتاعهم لان انا اعذرهم يعني طبيعي انا هشغل مكان في القايمه بالظبط وانا مش جاهز او مش سليم يعني دلوقتي بالظبط تمام. طيب يا رامي انت اكيد زعلت ان مثلا الاصابه دي عطلتك عن بعض المناسبات الكبيره جدا زي مثلا بطوله الامم الافريقيه قبل كده كانت اصابه مختلفه لكن ما كنتش موجود مع المنتخب ايضا بطوله كمان كاس العالم ودي البطوله الاهم بالنسبه لاي لعيب في العالم زعلت شويه ان الاصابه عطلتك عن المشاركه في هذه البطولات؟ طبعا يا امير يعني ده كل ده سي في محترم للعيب انا مثلا كنت هبقى سني صغير وكنت هبقى اكتر لعيب دخل بطولات يعني بالزبط. انا دخلت كاس عالم الانديه لعبت كاس عالم الانديه لعبت كاس عالم شباب خدت كاس خدت كاس امم افريقيا شباب لعبت كاس امم افريقيا تاني مع الاكبر مني فاهم فكان هيبقى فاضل اولمبياد كنت برده المفروض العبها بس حصل برده مشكله في ظهري وادي بطوله افريقيا وادي كاس عالم كبير فهبقى كنت اصغر لعيب مثلا دخل بطولات كتيره فاهم بالظبط فالحمد لله دي كلها سي في بس اهو ربنا عايز كده قدر الله ما شاء فعل كله خير ان شاء الله. رامي طب عايزين نتكلم معاك عن النادي الاهلي بالتحديد والفريق الفتره دي واللي مقبل على تحديات كبيره جدا في الموسم الجديد. شكل المنافسه بشكل عام في الموسم الجاي سواء في بطوله الدوري او البطولات المحليه بشكل عام وايضا بالتحديد كمان يا رامي بطوله دوري ابطال افريقيا بقالنا كتير جدا ما حققناش البطوله دي. شايف شكل المنافسه ازاي؟ خلينا نبتدي ببطوله دوري ابطال افريقيا ومباراه تاونشيب. شايف الفتره الجايه دي ازاي بالنسبه للفريق؟ هي بدايه بصراحه مع الراجل برضو بدايه موفقه يعني اتمنى ان هي تكمل على خير ان شاء الله ويبقى مزيد من الحماس برضو والاداء طبعا اول مباراه طبعا ما فيش حد يقدر يقيم فيها لان انت محتاج الفوز برضو لان موقفك كان صعب بالظبط بس الحمد لله انت قدرت تعدي من المرحله دي وان شاء الله هناك يبدا يثبت بقى الاداء ويثبت الروح وتثبت النتيجه ان شاء الله وتبقى واقف على رجل صلبه باذن الله في المباراه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. بالنسبه لبطوله افريقيا يعني انا اتمنى ان احنا زي ما انت قلت ان النادي الاهلي كتير قوي عليه ان هو يقعد كده وان شاء الله ده مش حاجه صعبه على النادي الاهلي بالعكس احنا ان شاء الله نبدا نرجع يعني السنه اللي فاتت كنا قريبين قوي ان احنا ناخدها بالظبط بس وصلنا للنهائي للاسف بس يعني دي الكوره فاهم بس يعني اهو ادينا هنحاول السنه دي برده تاني ان شاء الله وهنفضل وراها وباذن الله يعني ما فيش غيرك انت يعني في مصر او في ان انت موجود في البطوله العربيه دي البطوله الافريقيه فدي حاجه تحسب لك برده للنادي الاهلي بس ان شاء الله ناخدها باذن الله. ان شاء الله. بالنسبه بقى للبطولات او بطوله الدوري بالتحديد يمكن زي ما احنا عارفين بعض الفرق دعمت صفوفها بشكل قوي جدا، المنافسه هتكون شايفها ازاي؟ وزي ما احنا عارفين متعودين يا رامي دايما الهدف الاول بالنسبه للنادي الاهلي هو الفوز باي بطوله بيشارك فيها. بالظبط المنافسه برضه زي اي دوري برضه زي كل سنه طبعا المنافسه شريفه بين الفرق كلها وانا شايف ان هي كل ما المنافسه بتزيد كل ما النادي الاهلي بيحس ان هو بيفوق اكتر لان النادي الاهلي بيحب يبقى فيه منافسين اكتر بالظبط لان لما بيبقى فيه منافس النادي الاهلي بيظهر لما مفيش منافس تلاقي الماتش انت كلاعب كوره جوه الملعب بتحس ان انت امتى الماتش ده هيخلص ممل ما بيبقاش فيه روح ما بيبقاش فيه ند انما طبعا لما بيبقى فيه منافسه بيبقى فيه حاجه كويسه وبيبقى فيه اداء كويس وشخصيه النادي الاهلي بتبان وانت عارف شخصيه النادي الاهلي يعني احتراما برضو لكل الفرق طبعا بتفوق اي حد يعني الروح والحماس والقوه واللياقه والتركيز من اول دقيقه لاخر دقيقه فالحاجات دي كلها بتميز شخصيه النادي الاهلي فايا كان ان الفرق بتزود او بتجيب صفقات او حاجه فده احنا مركزين في شغلنا واحنا ماشيين في طريقنا اللي يزود ده حلو ده حلو للدوري المصري ده حلو لينا ده حلو بيخلق دوافع اكتر ليكوا كمان يعني بالظبط كده بالظبط كده فبيبقى للمشاهد حتى بيبقى مبسوط ان هو مستني ماتش مثلا ايا كان اي بالظبط بالظبط الفرقه بس بيبقى منتظر الماتش ده فدي بتبقى حاجه حلوه للدوري المصري. طيب رامي فرصه وانت معايا بما انك لعيب دولي كبير طبعا ولعبت مع منتخب مصر كتير وشاركت في تصفيات المنتخب تصفيات التاهل لكاس العالم رؤيتك ووجهه نظرك في الاخفاق في بطوله كاس العالم مش بس اخفاق لكن الاداء كمان كان سيء جدا يا رامي شايف الاسباب ايه من وجهه نظرك؟ بص يا امير الاسباب يعني انت حققت حاجه عمرك ما حققتها بقالك مثلا فتره كبيره جدا بالظبط يعني الحياه بتتاخد ستيب باي ستيب ما فيش حاجه بتتاخد قفش او ما فيش حاجه بتتاخد على طول الناس طبيعي ان حاجه كويسه ان كان عندها امل في اللعيبه وعندها امل في المنتخب ده طبيعي جدا ده طبيعي وبالذات لما عملوا اداء كويس قوي في اول مباراه
فبقت الناس حاطه امل كبير اكتر من الاول، اللي هو احنا يعني خسرنا بالعافيه من اقوى فرقه في المجموعه، يبقى هنعمل ايه مع الفرقتين التانيين؟ بس الكوره ما بتتقاس كده يا امير، يعني احنا كلاعبي الكوره ما بتتقاس خالص، ان هو انت خسرت من اقوى فرقه فانت الفرقه الثانيه هتبقى بالنسبه لك سهله، لا الكوره بتخاف من الاسهل على عكس الصعب، فاهم؟ يعني الاسهل دايما بيبقى اصعب، لان انت بتبقى ممكن تكون مش مجهز له قوي. بس انا شايف ان الاخفاق يعني برضه انت ما عندكش خبره كاس العالم، ما عندكش خبره، ما في انت عندك منتخب المانيا كان واخد كاس عالم بالظبط وخرج من الدور الاول السنه اللي قبلها، وخرج من الدور الاول وكانت مجموعته مش تقيله. لا بس خليني اقول لك يا رامي، يعني ان حتى لو احنا خرجنا من الدور الاول ده شيء يعني طبيعي، مش حاجه صعبه على الجمهور المصري، لكن 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 كان المهم بالنسبه للجمهور المصري هو الاداء بس يا رامي، فاهم قصدي؟ ما الاداء ده بص يعني لعيب الكوره معروف ان هو على حسب حالته، وللاسف يعني في معظم يعني حالتهم ساعتها كانت كلهم يعني ما فيش حد كان ظاهر قوي بحيث ان يبقى في فرق. بس انا شايف ان حاله منتخب كان مش هو اللي احنا متعودين عليه، فهي غصب عن الكوره. انا ممكن ابقى فايق جدا في ماتشات كتيره تلاقيني حظي يعني حظي وحش والنفسيه وحشه او اسلوبي وحش، فبتبقى بتقفل من الماتشات كلها او حظك الريتم بتاعك بينزل، فالريتم بتاعك اوريدي بيبقى نازل، فهم ممكن يكون ده البد يعني اليوم الوحش بالنسبه لهم هو ده، يعني ده بالنسبه لي. تمام. طيب رامي قبل ما اختم معاك، عايز منك بس رساله لكل جمهور النادي الاهلي اللي اكيد منتظر عودتك ان شاء الله وشفائك سريعا عشان تكون اضافه للفريق. يعني هي رساله واحده بس انا نفسي الناس تفهمها، يعني او هم الناس هيفهموها اكيد، لان الاعلام ضاغط على الحوار. اي اصابه بتصابها ان هي مزمنه انا بس الناس تفهم ان ما فيش حاجه مزمنه، لو مزمنه كان زمان النادي الاهلي مشاني من 5 6 سنين بالظبط مبدئيا يعني. فالناس تفهم وتعرف ان الخبر ده غلط او صح او حاجه، يعني النادي الاهلي مش هيبقى ساكت على لعيب عنده حاجه مزمنه، يعني ده من الاخر اكيد طبعا شيء مؤكد ان دكاتره النادي الاهلي صفر، ما عندهمش اي نوع من انواع الخبره، فاهم؟ فمش كده يعني، الناس لازم تسمع كويس، تفهم ان الاعلام يعني في طبعا اعلام محترم وفي اعلام يعني يتشال فوق الراس وفي اعلام صعب، يعني صعب في حاجات تتصدق، فهي الناس طبعا غصب عنها ان هي بتقرا حاجات، ومش كل حاجه لازم تتكتب عليا انا لازم ارد، فاهم؟ يعني احنا واخدين تعليمات ان مش اي حاجه تطلع تترد عليها، فانا ببقى فاهم ببقى نفسي ارد وفي نفس الوقت لا خليني ساكت، فالناس بتعرف السكوت ده علامه الرضا، اللي هو انا ساكت فخلاص هم كلامهم. لا بس انت خلاص رديت من خلالنا النهارده، يعني شيء كان مهم جدا ان انت توضح كل الامور دي لكل الجمهور يعني يا رامي. بالظبط يا امير، هو ما انت مش طول الوقت انت هتطلع توضح، فاهم؟ بالظبط، لان انت واخد من قرارات من النادي ما ينفعش تتكلم، ما ينفعش توضح، ما ينفعش تتكلم. طول عمر سياسه النادي الاهلي معروفه بده، بالظبط، ان احنا اللي بنشتغل بس، فاللي بيتكلم بيتكلم واللي بيعمل بيعمل، بس ان شاء الله رجوعي قريب باذن الله ان شاء الله. يعني هدوس على نفسي واحاول اعمل كل اللي مقاسه يعني ان اكون مع الفرقه واشارك معاهم في البطولات الجايه باذن الله، واتمنى لهم التوفيق في كل افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك رامي، شكرا جزيلا. طبعا كان معانا رامي ربيع احد نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر، ويمكن طمنا بشكل كبير جدا عن حالته بعد الاصابه، ان شاء الله نتمنى له العوده سريعا وهو خلاص في المراحل النهائيه من